الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إيه مثلا في قصيدين دي ديفكاسي لربي سبحانه وتعالى ذي القرآن الكريم وتسيدك ديفكا عن دي السنة عن الفينس محمد صلى الله عليه وسلم تقصيدين إيه دنسكس الدروس دنسكس العبر ذين أريف عن أريف عن الإنسان المؤمن دي تلذة دينس أما دي الدنيا أما دي يخف أكان إيه مثلا تقصد أدنى هذا الإفادة هذا السجيب بفضل الله وبرحمته ليوفد تدارث نغ القرية نغ تمديد لديون الزمان ذي تاريخ بني إسرائيل يدرس سيد ربي سبحانه وتعالى ذي القرآن الكريم يقرد خلق معزوز سبحانه وتعالى القبيس واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت أصدقار النبي صلى الله عليه وسلم من سقسم اليهود وزرد نثني دي التوراة يكتفز دين زوس إذا ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى ونسينا إقلان غير فسلسة إني سقسم أفر الخبار التدافني ذي تدافقين إيه مثلا لو ودي قرن سداتي من قرن أيلا لدي قرن طبرية لو ودي قرن اسمي مدين ويدرس سيدنا ربي دي التوراة باش أديني الأخبار إنس ذا شو نقرن داخيس ذا شو نخدم القوم إنس نظيمة وينيس داخي أنكي تفرق تمسات تمسات تنسن من بعد أنشتاقيني ذا الحجة في اليهود إذ مثلا باش أزرن واستعفن شنو هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم على خطر ماذا كنا يهضر زند الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الثلاثه وصرا بلي مش احنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامي ويقار ويكتب ويسينا دوا ويسينا يكتب ويحيد العلماء ويفر كرامة الثمورتي قال سنين بلي يروح يحفظ الدين من غير يقرا الدين فهم الدليل الواضح في الرسالة النبوة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن اليهود رومينا لا ما يثمثن ظن بالليمة واستعرف بالليمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا الصح ذا الرسول ذا الحق ولكن وهنا ذا القيم اليهود كان إلى قد يفغل نبيما ذي اليهود ذي فغل ذي الذرية الإسحاق وذي الفغل ذي الذرية الإسماعيل عليه الصلاة والسلام تفغل ذي الأنبياء ذي خصم الآية مثلا إنيش واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر حاضرة البحر في الساحل البحر إثلام إثلام ثمور ثقيم آية مثلا المعنى إثلام في الساحل البحر ذو واش هو اللي تعيش في الدافعين تعيش ذي التجارة من الحوث تعيش ذي السيادة ذي البيع والشراء من الحوث أي مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى جعل أسن الجمعة إذ قسمي في ذات الدنيا يتسوع الظم أقبل سيدنا موسى أم بعد سيدنا موسى يوم الجمعة ذي العيد من الأسبوع ولكن اليهود وثقبينا لهم أننا سنكونهم ونقبيانا يوم الجمعة ثم رضغت يوم الجمعة ونقول نقبيانا نقول لنا أنسعى السنة ذي السر واليهود والنصارى تفن السنسل ذي الحد سبحان الله أي مثل السيد ربي سبحانه وتعالى سمح يوليهم على خطر يوم الجمعة يفرث إيه سيما غسل الأمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمة تنقلث ولكن ذي يخاف ذي الأمة سمزوالوث خزار كان ولي ذس الإسلام اليوم الجمعة يزوال أسن اليهود يزوال أسن
من النصارى الجمعة من بعد السبت من بعد الحد. أكنين يوهينا مثلا الأمر في اليوم سيد ربنا في اليوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يعوق في اثنين أكن الذي يعوق الناس ما دام ثوهم الجمعة قبل يوم السبت السبت يطفن الساكن يتحرم في الأول السبت يتحرم في الأول باش أما ذا السيادة أما ذا زراعة زرع أما ذا ذهمالة يمر أما كلش أكل أعمال ممرة أكل حبس الوزن السبت سبحان الله الخطر اليهود أغبياء تفن أشياء تفن السبت إن السبت ذا السبت خشمن دي الكروف نسيد ربهم سبحانه وتعالى معناه دس السبات دس السكون دس الراحة دس و خري نبي الدنيا ذي حفظ بس السبب يتبو جيال ويتحركها كنت قرد القرآن الكريم وجعلنا نومكم سباتا يروح العبد النوم العميق إن اسم دم تفهم دس دس السبب حرقوا مرة أكون أعمل نوني تخدم معنا ولو الصيادة المكنة اللي تستمكن التجارة اللي تخدم مكنة أي مثل أنك أخذ من اليهود سيد ربي سبحانه وتعالى مكيز ابن دي بالتالي يجعل الحوث نيم تسجي مكن قصة المسلمان مرة أكل أمن الحد الفلايين سياثة ويارب عن الخميس الجمعة يتصرحوا ما في مسجد البحر نغار في القاعدة ودي يتفادى لك ذا سوين غصب القامل شباك النصنات السجرين تسوينا ولكن السنين قد يقول وسنين للسلفة السنين السلفة هي يتصحارهم في اللسن أما الصيادة أما ذا الأعمال نغا إن سيد ربهني دي السايم قضايا حاجة ما دقبت شوية أنت عندك خال النسل شوية للحوث ما لدي تسلني هو من ما زال كان أثبورك خال النسل لأن اليهود يفغذني أخي خطرية مثل ماذا لأن أنا ويجي الحوث خريب ند الخلائق من رأس الأمر نصيد ربنا يجيحو ويقول مرة أحوثي يتشال سيد نايون سيد نايس وركة تهضم وركة استخدمة ينايس القرفي دغرى ريف سيد ربنا الخطر يقال قويس سبحانه وتعالى وأنا من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء كان الخلائق اللي يخلق سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى غير الدنيا مرات ذي الأمات تير ذي الأمام الحيوانات من كل يوم ذي الأمام أو الطف ذي الأمام العباد ذي الأمام إذن سألوك أمور غير سيد ربي سيد ربي كنت نتسير سيد ربي مرات قصة الأمر يتسير حول كامل أكل ملان حاشا لعبدالي كيف كان الخيار في كيس يعقل في كيس ذي الاختيار وما قلت باقي مرة أقتس خلد سيد ربي سبحانه وتعالى ذا الأمر نسيه يحون غار وصل ولكن العبد إلا وانت إلا وانت ذو عن إلا وانت ذو عصان الكيف مثل إذن يوما الحوثني القوسة نسمعنا ماذا رحلت الخلاف في البحر نار في مس القوسة السفنية هذا ديفان سبحان الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع تفن الدعين للقسم ويوم لا يسبتون القسم السمان النظر ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قطر الفسق ننسى الفسق ننسى الفجر ننسى الجبارة ننسى لكن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يبتالي ثم بشر يزار أم يأخذ من يبيذن شوية يحرم سن أين يتحلل الخطر ما حرمنا يتشوح لنا أين دي حرم سيد ربي حرمت يحرم من سيد ربي أين لن يحيى لحلل سيد ربي حرمت ويحرم من سيد ربي أين لن يحيى كيف مثلا ما إلا الإنسان يستحل أين لن يحرم حرم يتشغى الربا يتعيش دير الربا دير الربا دير ثقرة دير رشوة دير اختلاسات تقول لك يوجي سيد ربي سيد ربي سبحانه وتعالى ما في دي بتالي سيهياش نغذز دي فكرة البيع دقيق خالص أي نقرى يروح مرة وين دي حلا مرة هذا يروح أدرج الرياح كاين مثلا وتفكر
ثمسات العادي فلو غريت نسير ربي تشيب وتشفرات سيم دي وح كيف مثلا الإنسان يفكر الحل نسير ربي إلى قديه جميع من يسير حساب حاشا عاقبة لنسو عاقب وكان القانون الربي سبحانه وتعالى أما سيقرنا سي بعد إذن سيك زران إذن سيك سان الحكمة البالغة أكما يتمثل إذن أن يأخذ من إبليس عليه لعنة الله الشيطان كل أكن يخدم آدم عليه السلام يشتس يجاري يجاري تجرى من بعد يفرد ذي الجنة يعني دي العباقين يوم ورقاز ذاخي التدفقين إليس أتسمى قيم دي فاطية قرى يدارون يلون دشوف الدين أرمي حرم أنشتغين إليس زر مكاف خدمة إليس تفقيوت الخطة إليس تقرد شبكي بس الجماعة ذاخي البحر إليس تسليلة أدي يشار بيحوث لو قصة الشفاة دي أشعر بيحوث ولكن لو فيه تسادة بلا أسلحت طرح الجبليدي أدي خدم أدي ثخز بيث الحدود من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وفعلا يخدم وقص دينا كمين يقيد الحوث لقصة الحد مثلا غرص المهم قصة الشفاة سادة شيء خدم ولكن يفتث أسمين لزران الجيراني نسى بليانا قصة قيمة يقود الحوث وذا قسم الناس اللي حرم سيد ربنا اشتاقين فدتني اشتاق لي حوث قسم النظر مرة نوك ويتصرحوا قسم السفر اللي حرم سيادة يتبالد إذا اشتاق لي حوث اسمي اللي سلاحين الحوث يبوان غير وقزة قيم رحنا غوص سنة ذا شو يتخذبات ستوف فلا ممكن الزرارة يسفه مازن دايت مثل أنك أخذ من فذل اللي تسعنا ذن رجال من فن العقاب الدين زين غفر كزاكي وفن مازال الدين زين لفلس وقدر الوقتيس ولكن الاثنين يمو دين زين لفلس العجلان إذا الذي يغوالا إذا ماشي الفعيل الديرين يخدم روح نخدم أنا ما كان يخدم أكل النساء أصد ذكر نشبك النساء ذو قاس الجماعة أهني نجب ذن ذو قاس الحد وفن سابري إيه مسال تاقيم أيه مثل أسمينا يوم جاء المرة الباقي النظام بليهم بإذا كان العقابة دين زين فلس وفلوياش نغل الأولاد قوس السبت ذي في دقاق إذ يعدون في السبت تعدل الحدود نسيد ربي تجاوز الحدود نسيد ربي ذو قوس السبت ذو قوين ذي القوان ذي الحدود ذي دي خطة سيد ربي سبحانه وتعالى يحرم مزن السيادة مثلا نغير نفس السيادة ذو قوس السبت إنسان يفتن التحايل ما في خزفين في حاشم وفي حارة سيد ربيهم ونسمع برامة خدمة سيد ربيهم الخالق سبحانه وتعالى ويمشي رام إزران الشيمان لغي قيوان إزران النية العبد أروش غفروح أروين الهانة ما أروين أروين الديان افعل ما شئت كما تدين وتدان خدم أين كيعجفن أين تخدم أذا كيتخدم إزران سيد ربيهم وما ربك بظلام للعبيد سيد ربيهم ولا ظلم يون يقال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله وهو خادعهم جعل خضع عن سيد ربي نثني ذمان سن إخذاني مثل أظلم إيمان سن إمستفغن سيد ربي بخصي أي مثل اليهود استعرفنا لهم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سعر زي الغرور سن إن فيما نرى أن بيض الرسول إذن دي تشجع سيد ربيهم لنوي ذاك المقام لنوي ذاك إمسن إمخدم انتخاز فيهين وتسمى الناري السن يقسمي تفتاد دوني ما قلت كان وستعرف لنا شوي لازم دي نزي سيد ربيهم ذا الأمر باش أدخمهم ذا الرأي نسلح مين باش أدعى الدين يوم أدعى سيد ربي سبحانه وتعالى باش أزيون ثفنس دي سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولكن أروحنا لكن سنيا باش أذفع عن الأمر سيد ربي أزيون ثفنس ولكن أمو ساغي ناسي سيد ربي دي نسي في نستشوز أمو ساغي ناسي سيد ربي ماذا قلت مقرد ذي عمر ناقشي ما مزيد أمو ساغي أمر سيد ربي ماذا قلت ماذا قلت خدمة نعتسب نغض نعتسب لها سبحان الله. إذا كيزل بالوصائف يمر نوك نذني تشديد سيد ربي تشديد في الأسل
ارمي قدغنا رثف السنين ارمي سنتف ازل قهري مش مره من الذهب اكاي مثل اف كيس سي ربي كان النعم زين ديفكا اف كيس دي صرف الماكله من المن ذا السلوى ولكن استعرف لنا شويه كاين الناس ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها النذن غير ابشر نسيت ربي ذا شو مازن ديفك سبحان الله ايه مثل اكيد ما قايل دفاعون إمثي غرق سيد ربي داخل البحر أخذ الجنود ينس ولكن أستعرف نرى مازال في غدير الحرمية وفان كلا العبادة عبدنا زرو عبدنا الأصنام ننا سموسان خل مغد سيد ربي أما كسعى المجا أذت نافذ سبحان الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن يشكر بيد الجهلة ثم ممكن يدي الشفا دير البحر بسلامة هذا هو الولي صارقف ثم إلا ولا نعرف من غيره الله أكبر والصوت لنا ناس إي سيدنا موسى أرنا الله جهرا لأن سيدنا غنزة سيدي ربي سوال منا أثنو ولك أثنو سبحان الله خزر كان يهمل ذا القوم ذا القوم يقاد يفر ومسلي يمين إيش إذا ربي سبحانه وتعالى في نخيقة أي مثلا كمية كلام ذا الدافع اللي داخل الفن الحلو من سيدي ربي غادي تسجيد ناخذ منه شوية شوية بس نشوف أين هو اثنين فعلا كمان حي الناس الأمر من سيدي ربي من بعد فرد ويد كرامي إلا نضيد ويلي من فرق لنا الثلاثة الفرقات سكان تدفني يوث الفرقان تسجيم اللي يخدم الشويس يستقال المعنى ذي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أتسجيل من دواس السف المهمة دوين الحوثة الشمة الزنزل الزنزل غسي حرمس من سيدي ربي مذنى وستقال المعنى فقد يوث الفرقة الفرقة الطاغية ثانية ثلاثة يوث الفرقة نظم الفرقة الداعية الفرقة الداعية أذن أسن قرن وخرط وخرط السين يشتغل يتخدم مكينين يحرم من دين سيدي ربي سبحانه وتعالى إلى إلى قضاء الضوء عام أد ينزل في اللون العقاب مذ أخر ملا سيدي ربي ماذا يكون يعاقب أسن الدرن أسن الدرن أسن تعود وحبسنا للبيع وثلاثة الفرقة في السيادة والتكارة غير ويدك ني فانك ني بذل ولكن وش نتوقع على المعنى ذي سنة ناس اتخاذ اسم وثل ذا عثالة ما بشأل أخرن غفريد قيد فعلي كام ولو نتسأل لنا ما واي ويقيمين الطوغات اغبع سيد ربي غفويا ونسل اهذرت ناقيم خزر ذا كيد مثل إذن يوث الفرقة إذن ويدا نفق لي بادا يوث الفرقة ويدك نين اثنين دي دعوة لكن بشد أخرن غفريدني كنا دوغينا الروينز من دينار بيو يوث الفرقة أيضا فعزي مانيش قلت فيغ إيوي إيو بريد سيد ربي قلت سجيدا قلت سميحو في قاس الشف قلت خدمنا أين في ريديو مع سيد ربي وعند ولكن وثن ذا أولانا وصل وثن سامرنا لسل المعروف وثن هنا لغفر من قام خطر الظلام اليوم وثن سامرنا لغوي ونفلس لنا ناس خطر حاشا عقبات ندي عقب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وإذا النعمة تكلمين دائما ذا عون تنقام لسل خطر وقاذ الذي ينزل العقاب نغل عذاب أثني ماشي مرام وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون مثل النانوي ديما الفرقة اللي في استيادة وثن ذا عثالة اتخذ تسمى كم يدي شغل سيدة ربي حاجة عقبة أثني عقب أزم دي في العذاب الشديد ذا شو مثل النان معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون الناس ذا المعذرة من سيدة ربي ذا العذر سيدة ربي خزر كان يبذل ذا العذر أف سنة النقطات إيس عنا زي القرحة ننسى نكني أسن نهضر أسن نمر أثن نمر شوي نيدهان أثن نهو أغفر من القرب أثن نتجر خطر فغني وفريد الأمر ذا المعروف ذا نهي عن المنكر أذي شعور كل إنسان مؤمن أنا بيثنى العمل الدولي ما هو لذا المنكر؟ إلى قاس الهوض في الباس أفردني ديريد وخر سنان كاس سنان من يفغني وبريد
شين ما يوكا ولدي عايب ولا شغال ربي ثواه ولكن بلاتي هي أحسن سمس ليلة أرسنة ماذا قلنا نصف يحضر الإنسان القويل وفي نهارة وفي تصبر رأس المعروف في نهارة في المنقوة سيدة ربنا زندي في العقابات اليوين مران الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر وإلا سلط الله عليكم عقابا فيدعو خياركم فلا يستجاب له الله أكبر ينيس إن أسمى رسول معروفة أنه غفر من القرى مناشد إنزل سيدة ربي العقاب الخيار دهو نبي ذا سيدة ربي صديق بيانا والإمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوى يسير الله الخيار ذي الأمم الخطر تسمى رسول معروف أنه غفر من القرى يقرد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كما يثبت بشيما أذي تسمى يونس المعروف أذي نهو غفر من القرى ولكن أتسنى هو الغفر من الكرة ودخل قضي ولا من الكرة الغرفين من الكرة ما قاعد لك لا إسعى الضوابط إفات هو الغفر من الكرة ما دي نتظر المثل هو الغفر من الكرة وتسيران مطران وتسيران شوي وتسيران البعيد الرجوع بجمون إنه خسارة إنه هو غفر من الكرة ولكن ما دي قلامة المنكرة دي شوخي قل يغنف المنكرة ما قاعد لك لا أقيك بالمنكرة يتخبط ما شفت له مثلا هذا غفر المنكرة الباعجيمة يمسن النان وتسقي ثلاثة وخاتسين في المرة في كل ديو مرسيد ربي وذن الغينة لها وذن في الناس في غربورسن وذن ماشي بكرام وفع الناس يسنخمن ولكن ننس الوجب لنا نخميث على خطر سيد ربي زرع وينين هنا في المنكرة أكون من النهارة غافل من قرار إذن الفرقة في الزول فغلي وفري الفرقة في السنة ذكرين سيدة ربيعي لا ذعون ربيعين سيدة ربيعي صمرة تنسي المعروف نهون تنغافل من قرار وذل الفرقة في السيادة تفهم عني صغر غرص أرث خبر قوي ننديري أرث انتنهو غافل من قرار بالعكس إن الناس اللي ويقين إثني دعونا كان أنا أقول لك أن الناس دي خرطاشن وثن سمر ثانا وثن نهو ثانا وإذا يضبع سيدة ربا فوية ونسان العقاب العقاب ويسع طيارة في الاسم ولكن إذا مثلا ويقيم يكتصر عن سيد العروف اللي هنا في المنكوة الزران أشي من خدمنا كان خطر زران بالواجب في الاسم ويقيم يحمي ثربيا وين يكتصر عن سيد العروف اللي هو في المنكوة وقادم هذا دين سيدة ربا العقاب أثني يومي أثني يومي إمارة ننس مكيسنا ننس معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أزكى الزر سيدة ربنا سيدنا ما نقل على الحساب سيدنا سيدة ربنا نذعان البعاقين باش تقين غير وبرديك وكين إذا تقين حجة يحمي سيدة ربنا سبحانه وتعالى وفي السنين نذعان ننس ولعلهم يتقون أهذ إما هذا ما ذكرنا هذا الرسل أد يقول دقوم سلينا أد أخرنا في فريدنيا أكل إنسان داعي غير وبرد سيدة ربنا ويتسيب سالة الجوني فغني وبريد هذا رأس السام هذا رأس السكام ولكن أستهدر شوي نثنس وسنس كمية لا تفغى وبريد باش أن يتجفر وكفز سيدة ربي قلنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وده الدولار وين تحمي يضطي ده الدولار سيدة ربي ده الدول وين يفغى كم؟ إذن مثلا إذن ننس معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون خمن الوجب السن ولكن الرجال الميغدو غين لنا قالوا بريد ربيش كمين همساتنا خمن الصور بقو قرسا خمن الحجاب بقو قرسا قال الطوغاة كفعان أبريد الشيطان عاوصا سيدة ربي أكد الاثنين إكقمن بقبريد سيدة ربي الضوء عن سيدة ربي قدر الأمر من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يوث الفرقة متسلكني فغنكني وفري ذي الجهة والفرقة النيم إقذعوا لك لنا وقتسلنا النظر قيما غير جهة يجي إذا العصاة غير جهة وإذا في قضوعا غير جهة يجي سبحان الله قد ذكر بكذي قالوا خلق عزيز سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أسمين ذي الخلاص وسنتو قرر معنا أهذر نقيم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون إن الدنجير دويد النيم إيضو على كنين
يند ملك نام وإذا كنام إكفارك اللي يبريد أيه مثلا إف كيس نضرب بالعقاب من القرآن ذا شوف العقاب هكي غير مثلا عدال وسان عدال وسان عدال وسان سيد ربي إمهلا سن إف كيس نلو أمرار إف كيس نمرار ولكن يقوس الكفوس يقوس وسان ربي خطر يقوس العاصم يصرى جوذ يقوس الفاجر يصرى جوذ يقوس المجرم يصرى جوذ من كل يوم نفيد يسوى سيس بس قال رانا وين اللي ندير ذريدي فكي يا ربي الطوع ويتعاقب رانا لا يسراجو ميمي غادو غايض غفرس ولكن اسمي غادي والوسي اسمي ما يفكر دفوسيس أغرغورك الطاغين وكيد سنسن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ثم سيد ربي شد ما قريحا لعب إلى قرية إلى قرية وين إلى ويتخدم على الحيلات دخلنا ويخدم في خزبين دخلنا أي مثل يقوس وسان ربي أي يمد كرم الصباح وإذا كنا نغضو على كل سيد ربي الخالق وسبحانه وتعالى دون غل شويس وشينا الحس الجهني وإذا كنا نلعوصا قليق عوصا سيد ربي يوني يحس وياج يوني في غرام وشينا لنا واش ما الصوت غا دخي ننس باش مثل يونا كويهيم باش كبرانا كي يتسم وتشينا لنا كرم الصوت يضرب قرنين روح الوث إليس يون يوسم الوث ثلاث قرن سن وثلاث سن غرف قرن سن دارينا لواي وثلاث سن مرة تقامات قرن سن يون ديالا لواي إكا دوايد مثلا إليس يون اللي غرف الصور نصر لشي الغرون الداخل وين أيد مثلا غرف الصور واللي انتبوث خشمنا الداخل ذا شو ما يفان وفان إمس خيط المرة سيدة ربين الخالق سبحانه وتعالى ذيك كان إيا مثلا مرة ذيك كان سبحان الله سبحان الله يا مثل مرام ذي كان أيد مثل يغير المقوم النين قعوصان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله إيقن عقية كيين يلقى العبد اليواذ اليواذ سيد اليواذ أخلاق اليواذ العقاب سيد ربي سبحانه وتعالى كان يتمثل لا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يأدي خزار كان فمثلا أسيقار كي يعرف بلي ما هذا أجب تمسى تبيت عدام وزميرا لنا دي لي ما أدوغان الغشية دي القيرة دي الخنازير دي العصر دي نساعش نكونين لا يا أخي أهترى إلو زمانا دي أول القبضة من سيد ربي أهترى سيد ربي تشوما أمشي عقب القروني دي القروني مزولا باش يتعاقب ريسن القروني القرى الرسول صلى الله عليه وسلم في دينا سبحان الله سمح ستسي إلى مثل الحديث قيمة النبي مشبه صلى الله عليه وسلم صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت قوم من هذه الأمة القوم من هذه الأمة يبيت على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحون قد مسخوا قردة وخنازير أما كخدما لسوارين لسوارين سيد يقصد وشبيح عزيزا صلى الله عليه وسلم اللهو ذي اللعب ذي الكرطان ذي الخمر ذي الفواحش ذي المنكرات وين يويسي قربين ذو عزار قير ذي وين يتحار مخلاق معزو سبحانه وتعالى ذي الفعيل ذي كان وين يسعى الدين بعيد عن جرب الجرمون دقين ونيهارا إيناد إلا الشيكا ديس الوقت أخدم لك ذي الأمة يجينا ذكر من الصباح أدفني من السن إمسخ نسيب ربي وغاية ذي كان ذي الفول إيناد ولا يصيبنهم خصف وقذف سيد ربي سبحانه وتعالى إجلاد يخصف فلاس للقاعة خزر كان ده شيء قران دي في مرتنا ما يتمثل ذخي ويجد يدر كان في مشي صلى الله عليه وسلم تخصف فلاس للقاعة خلادي إنما الرام يروح على الدوث مورث ذقير مسكر الحفلان الخمار فواحش للمنكرات خلال ويني شيء اسمه رضا عصير سيد ربي خدمت دينا تخزر كدنا في الليل قاعة السن أي مثل وكان يلين إذا رد وادي برو
جميع العقاب سيد عقب سيد بن قرون زوران مفغن قد يفغن وبرد ديكسن أكما بيدرو ذي الأمة يقل ذي القمر يعقب سيد رب الخلق سبحانه وتعالى يقرب ولا يصيبنا خصف وقف حشمة أتخص في سن القام فيقولون خزر كان حتى يصبح الناس ما يذكر العباد سبع سنين خسف الليلة بدار بني فلاني خواص إنك أديك أتصور في مسألة شو أماكن ذي ذي الحاجة اللي لنا وأسن تشوفوا على يعقي نوم الزرن السنين أخام الفلانة اللي خسف في السيد ربي القاع الله أكبر الكاري مثلا غربية غربية دي إغاف تصدوم أنشتكي مرة ذينا ديوين البعيدة رجوع بيجي المؤمنين العقاب العقاب وإذا قال العبد ذي سعوش كريس مدام يهدون العبد ذي قربرين حاشا نظروا غادي يضروا يدس وين دي دران الكاية مثلا إذن ثدثكي وغين ذي القراءة ذي الخنازية وإن ثدثكي يؤثنت المرة وغين ديفكان أيضا مثلا سبحان الله قرد أخلق العزوز سبحانه وتعالى القويس فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة الخاسرين اسمي ذين خلاص ذين تفلسل بويا ورسل من ليثو غينا الوريد سيدة ربين مستحيل غير ورسل بسو غينا سيدة ربين ليش نغاية ديفكان وقيم ديفكان يقرب القويس عزيز سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الله أكبر إن دشتاقين جعل ذا الدرس ذا العبران إذا إيه كيس عيشنا مدي العصرين أما بعد العصرين حشري فينا العبر الدولي والإنسان إلا قد يقرب دي الخطر يسب الليم ويبعد لنا في العقاب سيد ربي مدام يفغز دي سيد ربي دخسين العبد أدي حذر وتحيي لنا يبرد سيد ربي مامي أني سيحني حرام تسمين الخمر سي اسمون ماشي دي اسمونيس ما كان قرن لبيار سوز الكول البيران مبيان الكحول داخل بلا الكحول معناه تنسح لد جمال لد سوين اسم استسمين اسم النظم الربا باش اسحلين اسحلين انك حرم سيدي ربي سبحانه وتعالى سجن اديك تشمن يدري من غادي جواب الغاشي ماشي دي في فينسن الويلي وسحلنا ولكن دوير القرية الغفية الرن تدفيري على الرسل ورسل تقع عليه معنا الخطر مادام كنت لازم ندري من وتسخم من مرة يوين النظام أي المذن هذه حذر العبد وخدمات الخزمين دخلاق ويتعديها في الحدود السيدة ربيع أما ذي الربا أما ذي الخمر أما ذي الفواحش أما ذي الرشوان أما ذي الاختلاسات أما ذي البيع وشراء السيمين حالة الخزبيين الكذب أي مرة أكو يقول سيد ربي إلى قلعة هذا شيء آخر ودي استقنع شوي يزدخل يزدفك سيد ربي أما كان سيدنا سيدنا شعيب القمينس يديود سيد ربي قويس عزيزا بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفظ أي نون قلون دي قدر سيد ربي ذي الحلال أسعيش ميس الإنسان إذا الزاق ونسيد الفاق ونسيد الأريد ونديفك القلعة الميونون ونديفك الفاركة ونديفك ونديفك أسعيش الدني في لهان وصرجك ونرخى في لهان إثمت من ذلك سيبقين نظر أنك هذه بني إسرائيل إياق أدنا قيب لهم كد الدرس دم قرحان المؤمنين حشم إفنا العمر الدني لحدود سيد ربي وعريث ولاش وسك شمال وفيا رصدي سبب تجر وراك سيدي ربي سيدي ربي كي يرزق اش حالك خدمت شويه عاشر بخير اش حالك خدمت 17 عاشر دي الشده هي قال عليك هي زيد شويه شوي شوله ولا ماشي شوال لنا باش ولا نغوص الزراره الى قنزر الى قنزر شويه ولا كما يتمثل لحد سيدي ربي اني ندي حياه دي حياه اني ندي حرام دي حرام اسمي بالسمع وطاعه سيدي ربي
النبي محمد صلى الله عليه وسلم باش أنسان بدون إثيلهان دخل الطعام وخلاق دخل الإيمان السيدي ربي دخل السعادة دخل الجنة الدنيا كدي قال ابن تيمية رحمه الله إن دولون شمال الجنة الدنيا في شمال الجنة الأخرى أغرسق ربي الجنة الدنيا وأغرسق ربي الجنة الأخرى أي مثلا أرجع ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.